استعراض إخباري جديد يأتيكم من أون لايف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبكل عام أنتم بألف خير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كل عام أنت بألف خير محمد. شكرا لبنى. مشاهدي الكرام أهلا بحضراتكم. يوم انقضى وهذه أهم أحداثه. إذن دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية معلنة الفرحة بعيد الميلاد المجيد وسط جمع كبير من المصريين الذين جاءوا من مختلف المؤسسات لتهنئة البابا تودروس الثاني وبطريرك الكرازة المرقسية بالعيد. وسط أجواء من المحبة والسلام، استقبل البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المهنئين من رجال الدولة والشخصيات العامة بعيد الميلاد المجيد. كما شارك البابا تودروس في أداء التراتيل الخاصة بالعيد بمقر الكاتدرائية مع كراهل الترنيم من أبناء الكنيسة القبطية. وفد من أعضاء مجلس النواب برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس كانوا في مقدمة المهنئين، حيث استقبلهم البابا تودروس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. هناك بعض الأصوات القليلة جدا ولكنها بمرور الزمن تثبت أمام وحدة وتضامن المصريين، وما ذكره قداسة البابا عن الوفاء بالوعد في بناء الكنيسة والمسجد كصرحين كبيرين في العاصمة الإدارية الجديدة، أعتقد كان كافيا لوقت كل الفتن ولوقت كل الأصوات الشاردة التي تحاول أن تنال من وحدة المصريين. كما قدم كل من وزراء الإنتاج الحربي اللواء محمد سعيد العصار والموارد المائية والري محمد عبد العاطي والقوى العاملة محمد صعفان التهنئة بعيد الميلاد لقداسة البابا تودروس. كما استقبل البابا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي قدم التهنئة بعيد الميلاد، وكذا افتتاح المرحلة الأولى لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن ذلك يعمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين كافة أطياف الشعب المصري على مدار التاريخ. وكان البابا تودروس قد ترأس قداس عيد الميلاد الذي أقيم لأول مرة في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي الذي قدم التهنئة للشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا على قوة وصلابة النسيج المصري الواحد. وفي رد على كل مخططات التقسيم والفتنة، قدم المحافظون في أغلب محافظات الجمهورية التهاني للكنائس المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. المزيد في سياق التقرير التالي. هذه هي مصر وستبقى بنسيجها الوطني ووحدتها عصية على الاختراق من قوى الشر والإرهاب. فما أن دقت أجراس الكنيسة معلنة أن ساعة عيد الميلاد قد حانت، إلا وكانت جموع الشعب المصري في المحافظات كافة موجودة عن طريق ممثليها في الكنائس لتقدم التهنئة بعيد ميلاد السيد المسيح عيد كل المصريين. المحافظون كانوا هناك ليتقدموا القداس كل في محافظته. واليوم حضرنا أيضا لتهنئة شعب الكنيسة بالكامل بمناسبة العيد، وده عادة الشعب المصري بكافة طوائفه لاستدامة ذلك، يعني ورسالة للجميع ان احنا شعب واحد وأمة واحدة، دي حقيقة. وفي محافظة الشرقية ترأس المحافظ خالد سعيد وفدا رفيع المستوى لتقديم التهنئة لأسقف الزقازيق ومنيا القمح الأنبا تيمو ثاوث بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد. أما في محافظة الدقهلية فشارك محافظها أحمد الشعراوي الأقباط احتفالهم بقداس عيد الميلاد بمطرنية الأقباط بالمنصورة لتظهر الصور احتفالا شعبي وكنسي بعيد الميلاد. وفي محافظة كفر الشيخ قدم عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية التهنئة. وبالاتجاه شرقا حيث محافظة شمال سيناء وبالتحديد من مدينة العريش، قدم اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء التهنئة بالعيد، مؤكدا أن العام الحالي سيحمل بشائر سارة لأهالي المحافظة. احنا بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبنقول لهم عام سعيد عليكم وعلى مصر كلها، ويا رب يجي العام القادم ويكون كل أهالينا اللي غادروا شمال سيناء يرجعوا من إخوتنا الأقباط.
محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر قال خلال زيارته للكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد أن المجتمع المصري عاد لنسيجه الواحد من جديد واسترد قوته بتلاحم فئات الشعب. هو ده شكل المجتمع المصري، احنا اتولدنا وتربينا على ان مفيش فرق بيننا، وبالتالي احنا بنعود بشكل طبيعي الى الشكل الامثل للمجتمع المصري. وبالمناسبة هذا الشكل من الجو هو سلاح وسلاح قوي جدا لمجابهة كل التحديات اللي ممكن تجابهنا خلال الفترة اللي احنا بنبدي بيها في بلدنا. أما في محافظات الصعيد فسجلت عدسات الكاميرا جموع المهنئين في أسيوط وأسوان والأقصر يتوجهون إلى الكنائس، وفي مقدمتهم القيادات الأمنية والمحافظون. عيد الميلاد هو عيد المصريين جميعا، أثبتوا فيه أن أبناء مصر نسيج واحد لا تؤثر فيه مخططات أعداء الوطن. ولمزيد مشاهدينا الكرام من تسليط الضوء أكثر على احتفالات المصريين أقباط ومسلمين بعيد الميلاد المجيد، معنا مباشرة القس رفعت فتح الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأمين عام الكنيسة الإنجيلية. كل عام أنتم بألف خير. أهلا بحضرتك، تحياتنا يعني، والبداية بطبيعة الحال عن مشاهداتك هذا العام. يعني هناك كثير من تفاصيل المشهد تبدو مختلفة عن الأعوام السابقة، ماذا رصدت في هذا العام؟ كل سنة ومصر كلها طيبة وخير. الحقيقة أنا السنة دي يمكن أقدر أستنتج بوضوح أن عيد الميلاد بيخرج من نطاق كونه عيدا دينيا إلى نطاق كونه عيدا وطنيا. كل المصريين بيحتفلوا به سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. كمان أنا شايف في الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام تكاتف الشعب المصري معا، المسلمين والمسيحيين، القيادات السياسية، القيادات الشعبية، كل فئات المجتمع بتعبر عن ترابطها وعن تماسكها معا وهي تحتفل بعيد الميلاد. ويمكن كمان افتتاح الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية وحضور السيد الرئيس دي إشارة قوية جدا أن الدولة تسير في اتجاه المواطنة وتسير في الاتجاه الذي يحفظ تماسك المجتمع بكل قوة. ما بقاش كمان بس اتجاه الدولة لكن بقى اتجاه الشعب، لذلك العيد في هذا العام هو عيد مختلف. نعم، يعني هذا للغاية واضح، ويعني قلت إن هذا مختلف احتفال هذا العام، لكن طبعا كل يرى تفاصيل من وجهته. دعني أسأل حضرتك أيضا، أسأل يفتك عن مسألة الخطاب الديني، لأنه الخطاب الديني ليس فقط هو الخطاب داخل الكنيسة أو على المنابر، لكن حتى التعامل في الشارع هو نوع من الخطاب الديني إذا ما مست الأمور أي منحى ديني. هل تعتقد أن هذه هي البداية الصحيحة والنقاط التي توضع على الأحرف لإصلاح الخطاب الديني تماما في مصر؟ ولا أقصد طبعا الخطاب الإسلامي فقط، لكن أقصد فكرة تناول الدين عند الحديث عنه. لا شك طبعا أن الخطاب الديني يشمل الخطاب الديني بنوعيه الإسلامي والمسيحي. والحقيقة عشان نفهم الخطاب الديني لابد ان احنا نفهم ايه هو جوهر الدين. جوهر الدين هو المعاملة. الدين يعمل دائما على رفع شأن الإنسان ورفع شأن الإنسانية. الدين يعمل على نشر مساحة أوسع من التسامح ومن الرضا، على نشر مساحة من الحرية، من المساواة، من العدالة. الدين الحقيقي هو المعاملة، والدين الحقيقي محاولة نقل المجتمع ليكون أفضل. السيد المسيح قال عن رسالته هذه الكلمات: أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. الأفضل هو في حياتنا، يعني عندما نحتفل بالعيد مثلا أو نحتفل بأي مناسبة دينية كيف نراجع أنفسنا لنكون أفضل
في المرات القادمة، وشيء آخر كيف نسعى لكي يكون المجتمع الذي نعيش فيه مجتمعا أفضل، أفضل في التعليم وأفضل في الصحة وأفضل في العدالة وأفضل في الحرية وأفضل في المساواة وأفضل في التعليم أو في العلم، أفضل في كل شيء. هذه هي الرسالة. من هذا المنطلق إذا كان الدين يجمعنا بهذه الطريقة، إذا كانت المناسبة الدينية نتعامل معها بهذه الطريقة وهذا القدر من الإحساس بالمسؤولية ومن الإحساس بالمواطنة، فلا شك أن هذا يمثل تجديدا حقيقيا للخطاب الديني اللي أعتقد أن هذه هي البداية، ونحتاج إلى مراحل أخرى قادمة لتجديد الخطاب الديني. نحتاج إلى خطاب ديني يعمل العقل، يجعل الإنسان يفكر، إلى خطاب ديني يحترم الآخر ويقبله. نحتاج إلى خطاب ديني ينظر إلى مصلحة الوطن كمصلحة عليا. نحتاج إلى خطاب ديني ينظر إلى المجتمع كالهدف الذي يجب أن يعمل. أن نعرج معك في الحديث عن هذا الأمر والحديث عن النسيج المصري الواحد الذي يشمل مبدأ أو يرسخ مبدأ المواطنة والمحبة والسلام، ما بين قوسين الوطن والانتماء للوطن هو ما يجمع المسلمين والأقباط في وطن واحد. كيف يمكن أن يكون هناك رسالة واضحة كاملة شاملة من خلال النسيج المصري الواحد في مصر تحديدا أن يكون رسالة للعالم؟ الحقيقة المجتمع المصري في منطقة الشرق الأوسط هو أكثر المجتمعات في هذه المنطقة تماسكا، سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الوطنية، بدليل أن المجتمع المصري تعرض لأكثر مما تعرض له المجتمع السوري والعراقي والليبي واليمني من محاولات، والعراقي من محاولات لهدم هذا المجتمع وكسر التماسك الذي فيه. لكن رغم أن هذه البلاد تقريبا بتعيش في صراعات كثيرة هدمت البلد تماما، لكن المجتمع المصري يظل صامدا. الحقيقة احنا بنعطي كمجتمع مصري بنعطي للعالم كله صورة لكيف يكون التماسك داخل المجتمع. في قوى كتير في الخارج بتحاول الإيقاع بالمجتمع المصري، الإيقاع بمصر كدولة وكوطن، ويمكن آخرهم ما يحاول بعض الأعضاء في الكونغرس إثارته. صحيح. من أن هناك اضطهاد للأقباط في مصر، ولكن المشهد الأخير الذي حدث في محاولة الاعتداء على الكنيسة تجلى مشهد آخر من قبل المواطنين سواء كانوا المسلمين أو الأقباط في مساعدة إخوانهم من الأقباط في هذه المحاولة البائسة. هذه أيضا رسالة؟ لا شك طبعا أن هذه رسالة ورسالة هامة. تعودنا في الحوادث السابقة من هذا النوع أن يجري الجميع، لأن الإرهابي قد يكون عنده حزام ناسف أو متفجرات أو شيء من هذا القبيل، لكن شفنا التكاتف، المسلمين والمسيحيين معا يمسكوا بهذا الإرهابي في تضحية، لأن الشخص اللي مسك الإرهابي ده ما يعرفش أنه هل هذا الشخص عنده متفجرات ولا ما عندوش، ممكن يعمل فيه إيه، ممكن هو ماسك سلاح يضربه. كان فيه كذا سيناريو ممكن أن يحدث. كمان الإمام المسجد المجاور للكنيسة. صحيح. أو الموجود في نفس المنطقة عندما نادى يجب أن يسرع المسلمون لنجدة إخوتهم المسيحيين في الكنيسة وتجاوب الناس مع هذا النداء، كل ده بيعكس تغيير حقيقي في المجتمع المصري.
نعم صحيح، يعني أيضا هناك العديد من الرسائل الكثيرة سواء كانت في الداخل المصرية وأيضا في الخارج، ولكن إذا أردنا أيضا أن نسلط الضوء معك وتحديدا عن الرسائل الأخرى التي قد تجلت بالفعل من خلال الكاتدرائية الجديدة، وهي كاتدرائية ميلاد المسيح التي قد شيدت بالفعل يعني بيد مصرية سواء كانت يد قبطية أو يد أخرى مسلمة، وظهرت في هذا العام بعد الوعد الذي قد أوفى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي رسالة أخرى أيضا للعالم الخارجي. كيف ترى هذا الإنجاز في وقت قياسي ورسالته أيضا للعالم؟ الحقيقة الإنجاز في هذا الوقت القياسي لا يعتبر إنجازا بل إعجازا. أنا شخصيا بعترف أن في البداية عندما سمعت قول الرئيس السيسي أن السنة الجاية هنصلي مع بعض في الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية، طبعا أنا ما كنتش قادر أصدق هذه الكلمات، حتى من 3 أو 4 شهور لما قالوا أنه العمل يجري على قدم وساق في الكاتدرائية عشان تتم الصلاة فيها هذا العيد، برضو وشفت الصور اللي قدمت كانت تحتاج إلى عمل كبير جدا، لكن إنجاز الكاتدرائية في هذا الوقت هو صورة للعالم، صورة إن المصري قادر على الإنجاز، وإنجاز لو جبنا أكبر شركات عالمية ما كانتش هتنجز بهذه الطريقة وبهذه الصورة، وخاصة أنها تعتبر أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط. نذكر القصة رفعت فتحي الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأمين عام الكنيسة الإنجيلية، نشكرك جزيل الشكر وعذرا لضيق الوقت. مع اقتراب موعد السباق الرئاسي تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مؤتمرها الصحفي العالمي للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام. عام جديد بدأ ومعه يترقب المصريون الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يتضمن المواعيد اللازمة للانتخابات الرئاسية التي ستستغرق نحو 102 يوم لإتمام عملية الانتخابات منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان اسم رئيس المنتخب. المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف كان قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن الجدول الزمني وكافة القرارات المنظمة للانتخابات، مشددا على أهمية توعية الناخبين بالمشاركة في العملية الانتخابية. الهيئة الوطنية بتؤمن إيمانا كاملا بدور الإعلام المصري، الحقيقة الإعلام له دور قوي في انه توعية المواطنين، له دور قوي في كيفية توصيل البيانات للمواطنين، وده طبقا للدستور. الدستور بيقول ان حق المواطن معرفة كل البيانات والاحصاءات اللي تقوم بها الدولة واجهزة الدولة. ايماننا الكامل بده وان وسيلة الاتصال بده هو الاعلام بكافة فروعه. فالحقيقة كنا عايزين نوصل للاعلام ان احنا مستعدين استعداد كامل للتواصل بالكيفية والاليات اللي احنا قلناها، حتى يكون بين يدي المواطن المصري أولا بأول ما يتم اتخاذه من إجراءات وما يصدر من بيانات حتى يكون مطلع عليها أولا بأول. الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تعلن مواعيد فتح باب الترشح والغلق والاقتراع ومدة التصويت، ومن ثم فحص أوراق المرشحين دستوريا وقانونيا وإعلان الحد الأقصى للدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي التي تبدأ مع نهاية الحملة الانتخابية وحتى يوم الاقتراع. هناك لجنة دائمة تقوم بتحديث بيانات قاعدة الناخبين، هذه اللجنة منعقدة سواء في لجنة رئيسية في المقر الرئيسي في الهيئة الوطنية أو لجان في المحاكم الابتدائية تطلع بدورها في تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين أول بأول، والتي يقف عملها عند دعوة الناخبين للقرار دعوة الناخبين إلا ما صدر من أحكام يتم تنفيذها. دي لجنة موجودة وتقوم بعملها، وهي لجنة مهمة جدا جدا لأنه فيها وضوح العملية الانتخابية، فيها ضمان شفافية العملية الانتخابية، فيها ضمان عدم تكرار الناخب لصوته، فيها أساس العملية الانتخابية. ومع ترقب الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة، تنتظر جموع الشعب المصري في الخارج والداخل اختيار رئيسها الجديد لمدة 4 أعوام قادمة.
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق أعدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال شفيق في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر إنه تابع مجريات الأمور في مصر وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع رغم التحديات من أعمال عنف وإرهاب، مؤكدا أنه لن يكون الشخص الأمثل للقيادة في مصر في الفترة المقبلة. وأعرب شفيق عن أمله في أن تكلل جهود الدولة الدؤوبة في استكمال مسيرة التطور. مشاهدينا الكرام، الحصاد ما زال مستمرا وفيه بعد قليل مقتل وإصابة العشرات في تفجير بمدينة إدلب سوريا. أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل، ودائما مرحبا مجددا. قالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية إنه تم اختيار مصر كضيف شرف في الدورة 24 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء. أضافت الوزارة في بيان لها أنه جرى تنسيق في فقرات البرنامج الذي اقترحته وزارة الثقافة المصرية، حيث سيضم فقرات ثقافية موزعة على عدد من المحاور. أضاف البيان أن المحاور هي تاريخ العلاقات المغربية المصرية والدور الثقافي للروائي الراحل جمال الغيطاني وخصائص التجربة الروائية في كل من مصر والمغرب، إضافة إلى أبحاث في القصة المصرية القصيرة. نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA مايك بومبيو أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها إيران الأسبوع الماضي، وذلك ردا على اتهامات مسؤولين إيرانيين. يأتي ذلك فيما عقد نواب مجلس الشورى الإيراني جلسة مغلقة لبحث أسباب الاحتجاجات التي عرفتها البلاد مؤخرا. بعد أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، عقد مجلس الشورى الإيراني جلسة مغلقة لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، فيما نظمت تظاهرات تأييد جديدة للنظام في عدة مدن. وقال نائب إصلاحي للموقع الإلكتروني التابع لمجلس الشورى إن مسؤول الأمن أكدوا إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين اعتقلوا خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت نهاية الشهر الماضي. البرلمان الإيراني استمع خلال الجلسة إلى وزير الداخلية ووزير الاستخبارات وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف وانطلقت في البداية كاحتجاجات على الأوضاع المعيشية قبل أن تخرج عن السيطرة وتتحول إلى حراك ضد النظام برمته، أسفر عن مقتل 21 شخصا معظمهم من المحتجين واعتقال المئات. الشرطة من جانبها أعلنت في وقت سابق إطلاق سراح العديد من المعتقلين، إلا أنها أكدت أن مثير الاحتجاجات الرئيسيين في قبضة العدالة حسب قولها. هذا في الوقت الذي خرجت فيه مسيرات مؤيدة للحكومة في عدة مدن إيرانية، وشارك عشرات الآلاف في مسيرات مشابهة خلال الأيام الأخيرة الماضية التي تصفها السلطات برد الشعب على مثير الشغب وداعميهم. نشرت إسرائيل لائحة تضم 20 منظمة غير حكومية أجنبية ستمنع دخول ممثليها إلى الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن السبب هو دعم هذه المنظمات لحركة تدعو لمقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية. تضمنت لائحة 11 منظمة أوروبية وأخرى أمريكية، كذلك من تشيلي وجنوب إفريقيا. استمرارا لنهجها الملتوي وفي الوقت الذي تتهم الآخرين بالتطبيع، استضافت الدوحة اللاعب الإسرائيلي دودي سيلا للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة في الدوحة هذه الأيام. لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلا يشارك في بطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة حاليا، خبر تكتمت عليه الدوحة ووسائل إعلامها التي تديرها من داخل وخارج قطر. كان دودي سيلا لعب مباراته في البطولة المخصصة للرجال فقط يوم الاثنين الماضي أمام الإسباني فرناردو فرداسكو ليخسر المباراة، حيث تجنب الإعلام القطري الإشارة لتلك المباراة نهائيا، في حين واصل تغطيته لنتائج باقي المباريات بشكل طبيعي مستفيدا من خروج اللاعب من البطولة مبكرا. وتعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي أقامت علاقات مع إسرائيل كاسرة مقاطعة ورفض تطبيع تمسكت به دول الخليج منذ نشوء الكيان المحتل على أرض دولة فلسطين وتهجير سكانها قبل نحو 70 عاما.
وهذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها الوفود الرياضية أو الاقتصادية أو السياسية الإسرائيلية أرض قطر، غير أن السماح للاعب الإسرائيلي دودي سيلا جاء بمثابة استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين عموما على خلفية الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وقرار ترامب الأخير بشأن المدينة المقدسة. مشاركة الإسرائيلي دودي سيلا في بطولة قطر جاءت ضمن استراتيجية تعاون بين الدوحة والدولة العبرية تهدف إلى التطبيع الذي بدأه نظامها السابق واستمر فيه نظامها الحالي. والغريب في الأمر أيضا أن قطر تتهم الدول المقاطعة لها بالتطبيع من خلال أخبار ملفقة، بينما تمارس التطبيع مع دولة الاحتلال في كل المجالات. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقف بلاده الداعم لحل دولتين الفلسطينية والإسرائيلية، مشجعا خلال لقاء جمعه بوفد المجلس المركزي الفلسطيني القادة الفلسطينيين على مواصلة الدعوة إلى الهدوء والحوار. وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة توافر الظروف الملائمة لخارطة طريق سياسية في الأسابيع المقبلة. هذا وأحيا الرئيس الفرنسي ذكرى ضحايا الاعتداءات التي استهدفت المجلة الأسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إبدو قبل 3 أعوام. بدأت مراسم تكريم الضحايا أمام المقر السابق للمجلة، وذلك في شرق باريس، بعد قراءة أسماء ضحايا وضعت أكاليل عدة أمام المقر، ووقف المشاركون في مراسم التكريم دقيقة صمت على أرواح الضحايا. شارك في مراسم التكريم كذلك عدد من العاملين من فريق المجلة. وفي سوريا قتل العشرات وأصيب آخرون بجروح في تفجير استهدف مقر لجماعة متحالفة مع تنظيم جبهة النصرة في مدينة إدلب السورية. وأفادت مصادر محلية بأن التفجير تم بسيارة مفخخة وأسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات. كلفت لجنة العمل لتنظيم المؤتمر الشعبي العام في اليمن بالإجماع نائب الرئيس صادق أمين أبو راس رئيسا للمؤتمر خلفا لعلي عبد الله صالح الذي قتل مع الأمين العام عارف عوض أزوكا مطلع ديسمبر الماضي. في أول تحرك سياسي له منذ اغتيال رئيسه قبل أكثر من شهر، اختار حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن رئيسا جديدا له خلفا للرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتل على أيدي حلفائه المتمردين الحوثيين في 4 ديسمبر الماضي عقب دعوته للانتفاضة الشعبية ضدهم. وتجنب الحزب في بيان صدر عنه في صنعاء مهاجمة ميليشيا الحوثي ودعا إلى مصالحة يمنية شاملة. تكلف الشيخ صادق بن أمين أبو راس برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة القادمة، وباركت اللجنة العامة قيامه بذلك حتى انعقاد المؤتمر العام. لجنة الحزب ذكرت أن رئاسة أبو راس وزير الزراعة السابق الذي ينظر إليه على أنه كان أحد أقرب مسؤولي الحزب إلى صالح ستستمر على الأقل حتى انعقاد المؤتمر العام للحزب، مشيرة إلى وجود صعوبات تمنع هذا الانعقاد في الوقت الراهن. ميدانيا أحبطت قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي محاولة ميليشيا الحوثي التقدم شرق محافظة تعز جنوب غربي اليمن. هذا فيما أعلنت القيادة المشتركة للتحالف العربي سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية السعودية أثناء عودتها من إحدى المهام. وصرح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي أن إحدى طائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها، مشيرا إلى تنفيذ عملية خاصة تم خلالها إنقاذ الطيارين ونقلهما إلى المملكة. وما زال اليمن في انتظار حل لأزمته التي طالت لسنوات في ظل أوضاع إنسانية تعد من ضمن الأسوأ على مستوى العالم. وفي الجارة ليبيا لقي شخص مصرعه جراء انفجار لغم أرضي في منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي الليبية. هذا في وقت حذرت فيه عناصر الهندسة العسكرية ببنغازي المواطنين من وجود الكثير من الألغام في المناطق المحررة، مؤكدة أنها تعمل على سرعة إزالة الألغام ودعاء المواطنين إلى منازلهم. يذكر أن العديد من مناطق بنغازي لا تزال حتى الآن تعاني من انتشار الألغام التي زرعت من قبل العناصر الإرهابية في بيوت المواطنين ولم يتم نزعها بالكامل نتيجة لانعدام الإمكانيات لدى عناصر الهندسة العسكرية.
قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تغير الشروط المسبقة إزاء المحادثات مع كوريا الشمالية وسط تصاعد الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، وأشارت إلى أن إمكانية الحوار قائمة، إلا أن ذلك يتطلب أولا إجراء بعض التغييرات في موقف بيونغ يانغ بما في ذلك وقف إجراءات الاختبارات النووية. تصريحات هايلي جاءت متزامنة مع التزام الكوريتين إجراء محادثات بينهما الثلاثاء. تجري رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم تعديلات وزارية بعد استقالة نائبها داميان غرين، وأعلنت تريزا ماي أن رحيل داميان غرين يستوجب معه إجراء تعديلات وزارية، وتشير المصادر إلى أنه من المتوقع أن يحتفظ أعضاء الحكومة الرئيسيين بمناصبهم، وبينهم وزراء المالية والداخلية والخارجية ووزير البريكزيت. مشاهدينا الكرام، حصدوا الليل ما يزال فيه المزيد، وفي بعد الفاصل. بعد توقف مؤقت، البالون الطائر يواصل رحلاته في سماء الأقصر. أهلا بكم مجددا. أهلا بكم من جديد، وإلى سياق الحصاد مرة ثانية. أقلعت رحلات البالون الطائر المنطاد في سماء مدينة الأقصر التاريخية بشكل طبيعي بعد توقف مؤقت وسط إقبال من السياح على تلك الرحلات التي يستمتعون خلالها برؤية علوية للمعابد التاريخية. بعد أن عاد ليحلق في سماء الأقصر وأسوان، شهدت محافظة الأقصر إقلاع 8 رحلات بالون طائر وسط إقبال من السائحين على الرحلات. مصدر مسؤول بمطار البالون الطائر بالبر الغربي أكد أن المناطيد الهوائية يتوفر فيها كل عوامل الأمان، وتم التأكد من حالتها قبل الإقلاع، وأشار إلى أن نحو 140 سائحا كانوا على متن رحلات البالون الطائر التي خرجت. استئناف رحلات البالون الطائر جاء بعد توقف مؤقت عقب حدث سقوط بالون طائر بعد فشل قائده في السيطرة عليه بسبب شدة الرياح وهبوطه في منطقة الحبيل، ما أسفر عن وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين. وكان من تبعات الحادث أن أصدر محافظ الأقصر قرارا بحظر رحلات البالون الطائر فوق سماء الأقصر بعد التنسيق مع وزير الطيران المدني، وذلك لمراجعة إجراءات الوقاية والأمان بشركات البالون لحماية أرواح السائحين. رحلات البالون الطائر تجد إقبالا واسعا من السياح لما يتخللها من استمتاع بمشاهدة المناطق السياحية والأثرية بالبر الغربي للمدينة. استئناف رحلات البالون الطائر في الأقصر من شأنه جذب المزيد من السياح وإنعاش حركة السياحة. بدأت وزارة الإسكان التشغيل التجريبي لكوبري العبور جهينة لخدمة مواطني مدينتي السادس من أكتوبر وشيخ زايد. تم تنفيذ الكوبري ضمن خطة الدولة لتسهيل الحركة المرورية في المدن الجديدة التي بدأت تشهد ازدحاما مروريا، وتم تصميم الكوبري بأربع حارات مرورية لكل اتجاه، كما تم تنفيذه بجودة عالية في فترة زمنية قصيرة. الأزمة المرورية تقاطع محور الحبور اللي هو بيوصل طريق الواحات بوسط بطريق اسكندرية عنده تقاطع مع 26 يوليو. الميدان ده حضرتك كان في اشاره ممكن كان في تكدسات مروريه عاليه جدا وقت الذروه، ممكن تقع في نص ساعه او ساعه الا ربع في الميدان يعني. الحمد لله الكوبري ده احنا انجزناه في وقت قياسي، طوله حوالي كيلو، عرضه 35 متر، كل اتجاه 17 متر ونص. قال محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر إن كوبري الشهيد أحمد المنسي حقق التواصل بين الإسماعيلية شرقا والإسماعيلية الجديدة غربا، الأمر الذي يسرع من عجلة التنمية. احنا كان عندنا قضية ومشكلة وتحدي ما بين التواصل ما بين الإسماعيلية غربا والإسماعيلية الجديدة شرقا، وخصوصا ان حجم التنمية اللي موجود في الشرق بيستوجب حركة عمالة، حركة نقل خامات، وده كان كله بينقل بواسطة المعديات. دلوقتي بعد الكوبري ما اتعمل زي ما انت شايفة قد ايه حجم الحركة،
وفر وقت كبير جدا، وبالتالي عمل حالة إسراع في عملية التنمية دي. احنا عندنا كوبري الشهيد أحمد منسي هيبقى أحد معالم مدينة الإسماعيلية، بيعمل التواصل الجيد بين مدينة الإسماعيلية القديمة غربا ومدينة الإسماعيلية الجديدة شرقا، عبورا على الاثنين قناة. القناة اللي احنا موجودين عليها دلوقتي دي قناة السويس التقليدية القديمة، وفي كوبري زيه بعد امطار بنعدي على كوبري على قناة السويس الجديدة بكوبري زي ده بالضبط في 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 رحلة واحدة. إلى موضوع آخر، حيث الحوت المزعنف ليست المرة الأولى التي فيها يزور مصر، فقد سبق أن تم رصده في مياه الساحل الشمالي العام قبل الماضي. الحوت يعتبر من الكائنات المعرضة لخطر الانقراض، لذا كان من المهم معرفة ظروف نفوقه وكيفية التعامل معه. نتابع. على شاطئ رشدي في محافظة الإسكندرية عثر على حوت نافق يبلغ عمره 8 سنوات ويصل طوله إلى 12 مترا قادما من المحيط الأطلنطي. يزن الحوت ذو الزعنفة الظهرية 4 أطنان وهو يحمل اللونين الأبيض والأسود، وتسبب تنوت في قذفه إلى شاطئ الإسكندرية. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد الحوت المزعنف في مصر، ففي يوليو عام 2016 ظهرت في المياه القريبة من الساحل الشمالي نفس النوع من الحيتان. ولا تمثل هذه النوعية من الحيتان أي خطورة على البشر، ولم يسجل نهائيا صدور أي تصرف عدواني لها جهة البشر نظرا لكونها عديمة الأسنان. وحتى الآن ما زال سبب وفاة الحوت مجهول، لكن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي رجح أن يكون سبب الوفاة ناتجا عن النوى، غير مستبعد اصطدامه بأحد السفن أو نتيجة للتغيرات المناخية. اللي جاينا لحد الآن إن مفيش إصابة ظاهرية، قد يكون النوى اللي موجودة دفعت بالحوت إلى منطقة ضحلة وما قدرش يطلع منها، فليك في أسباب كتير طبعا، ولكن مفيش داعي إن احنا نستبق الأحداث. يجب بس الأول ناخد فرصة مع خبراء معهد علوم البحار. السيدة مديرة المعهد انتقلت حاليا ومع لجنة وبتعين الحوت، وهيتم نقله ويتم تحليله. وعن الخطوة المقبلة فيما يتعلق بالتعامل مع الحوت، فإنه يجرى تجهيز مدفن آمن له لاستعادة الهيكل العظمي فيما بعد من أجل الاستفادة منه في الأبحاث العلمية. تواصل مجموعة من الباحثين بمدينة زويل لمسارات علاجية جديدة باستخدام الخلايا الجذعية قد تسهم في التغلب على السرطان. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مع تزايد نسب الإصابات العالمية بالسرطان وسعيا لإيجاد مسارات علاجية بديلة لما هو متاح اليوم، يعكف حاليا فريق بحثي قيادة الدكتور نجوى البدري في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لفهم طبيعة المرض والأسباب وراء ضعف كفاءة العلاجات الدوائية الحالية. دلوقتي علاج السرطان بالعلاج الكيماوي والأدوية اللي بتاخدها ما بتقتلش كل الخلايا السرطانية، في خلايا بتبقى مضادة للعلاج، فاحنا بنعتقد ان المواد اللي بتفرزها الخلايا السرطانية بتساعد في ان يكون في خلايا اللي هي الخلايا الجذعية السرطانية اللي هي بتبقى فيها ريزيستنت بتقاوم العلاج. وفقا للعلماء فان الخلايا الجذعية هي اولية ينتجها لتجديد خلايا الجسم، ويعول عليها العلماء في المستقبل كأحد المسارات لإنتاج أعضاء بديلة لجسم الإنسان مثل الكلى والقلب والكبد. أما علماء زويل فوجدوا للخلايا الجذعية دورا هام ومحوري في مجال السرطان. إن البحث بتاعنا بيركز على إن الخلايا الجذعية اللي موجودة جوه السرطان بيحصل لها إيه، فإن إحنا قدرنا إن إحنا نثبت إن الخلايا الجذعية وهي جوه المحيط بتاع السرطان بتكتسب خصائص سرطانية، وده بيفيدنا إن إحنا بنثبت قد إيه المحيط بتاع السرطان نفسه مهم زيه بالظبط بأهمية الخلايا السرطانية نفسها.
بعد كده هنتجه في اتجاهين. الاتجاه الاولاني يختص بالخلايا نفسها اللي اتغيرت بسبب اضافتها مع الخلايا السرطانيه، الخلايا دي دورها ايه في نشر السرطان وازاي ان احنا نتارجت الخلايا دي كجزء من علاج السرطان. والاتجاه الثاني الفاكتورز او العوامل اللي بتفرزها الخلايا السرطانيه، ايه هي العوامل دي بالظبط وازاي بتساعد على انتشار السرطان. من المقرر نشر هذه الدراسه في واحده من الدوريات العالميه المتخصصه في ابحاث الخلايا الجذعيه، وهو ما قد يسهم في الوصول لعلاجات أكثر فاعلية للسرطان. شهدت شارع كولومبيا خروج آلاف من السكان في مهرجان الأسود الأسود والأبيض بمدينة باستو. هو الكرنفال الذي يحتفي بالتنوع الثقافي في بلادهم. نتابع. يحتفل الكولومبيون في الأسبوع الأول من شهر يناير كل عام بكرنفال من أكبر الاحتفالات في جنوب غربي كولومبيا، يعرف باسم كرنفال الأبيض والأسود، والذي وصفته اليونسكو في عام 2009 بتحفة من التراث غير المادي للبشرية. هذا العام كان التنظيم جيدا، الكرنفال في تحسن مستمر. في الواقع هذا ما يريده سكان باستو، أن يرى السائحون كم هو رائع وأكثر تنظيماً مع المزيد من الثقافة. ويشارك في الكرنفال أكثر من 10,000 شخص من فنانين وحرفيين وسائحين، حيث يرتدي المشاركون خلال الكرنفال أزياء غريبة في الطرقات. وقد أطلق الكرنفال تأكيدا على رفض التمييز العنصري، ويهدف إلى نشر الوعي حول التنوع العرقي والثقافي، وتستمر العروض فيه حتى ساعات الصباح الأولى. كل شيء رائع حقا، الفنانون أبدعوا واهتموا بالتفاصيل. إنها أول مرة أحضر فيها الكرنفال وأنا سعيدة للغاية. قرن وستة أعوام مرت منذ الانطلاقة الأولى لهذا الكرنفال، ويبدو أن حماسة أهل كولومبيا تزداد مع مرور الزمن. يجد العديد من النحاتين الصينيين والعالميين في مهرجان مدينة هاربن السنوي للثلوج فرصة لاستعراض مهاراتهم في فنون الحفر على الجليد التي لا يمكن أن تظهر إلا ببلوغ درجة الحرارة 30 درجة تحت الصفر. منذ افتتاحه في 24 من ديسمبر الماضي، جذب مهرجان هاربن للنحت على الثلوج والجليد العديد من السياح. ويعتبر هذا المهرجان الذي يقام سنويا في الصين الأكبر في العالم من نوعه، ويتميز بالأعمال الجليدية المعقدة. عموما من حيث تقنية النحت الدول الغربية أفضل منا بكثير، ولكن نقاط قوتنا تتمثل في تقاليدنا وأفكارنا الكلاسيكية، لهذا أريد أن أبرز التفاصيل للجميع في تماثيلي وأن أذكر الجميع بألا ينسوا تقاليدنا. وجاءت مئات الأشخاص من مختلف المناطق لمشاهدة المنحوتات الجذابة والمضاءة بألوان زاهية، وتراوحت أشكال المنحوتات بين القصور والمعالم الوطنية والكرات الكبيرة. إنها المشاركة الثالثة لي في مهرجان هاربن للجليد، وهذا العام نحن نصنع بوابة كريستال إلى ما لا نهاية. في الواقع الفكرة هي تلك الكتلة الكاملة من الجليد التي نقطعها على شكل كريستال لنصنع منها بوابة مستديرة. أتمنى أن يسير الأمر كما خططنا. وفي نسخة هذا العام من المهرجان تم استخدام نحو 180 ألف متر مكعب من الجليد و150 ألف متر مكعب من الثلوج لبناء 80 ألف متر مربع في المهرجان الذي سوف يستمر لمدة 3 أشهر. وقد تم تشييد مبان تضاء بأضواء ملونة مبهرة تجذب السياح لزيارة المهرجان. ويعمل في المهرجان حوالي 10,000 موظف، ومن المتوقع أن يستمر حتى 25 من فبراير. وتصل درجات الحرارة في هذه المدينة غالبا إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، وتبقى تقريبا لمدة 3 أشهر تحت درجة التجمد. ويقام في هذه الفترة من كل عام مهرجان الثلج والجليد، وتكون مباراة بين سكان المدينة للفوز بأجمل تصميم وأجمل مبنى من الجليد وصناعة التماثيل. يبقى التذكرة بأهم العناوين. خلال احتفالات مصر بعيد الميلاد، البابا طوادروس يؤكد أن الإرهاب لن ينجح في زعزعة وحدة المصريين. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.
ردا على الاتهامات الإيرانية لواشنطن، مدير وكالة الاستخبارات المركزية ينفي أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها إيران. مستمرون معكم على رأس كل ساعة في أمان الله.